بسم الله الرحمن الرحيم. في النهاردة انا هعلمكم ازاي تحطوا صورة مصغرة على الفيديو اللي انت عملته عليه. اول حاجة هتجيبوا الفيديو اللي انتوا صورته عليه ونزلتوه. اول حاجة لازم تنزلوا الفيديو وتجيبوا كده الفيديو وتدوسوا على علامة القلم اللي فوق وتدوسوا على علامة القلم اللي على الصورة وتدوسوا على تشينج وتختاروا بقى الصورة اللي انتوا عملتوها وبس بقى. هتدوسوا سيلكت هتدوسوا بقى سيف فوق او سيلكت هتدوسوا سيلكت وتدوسوا سيف فوق سيف وبس كده. اتمنى اللي تعجبكم.